بحب تمر علي وفي نور الشمس بصحى وفتح عيني ببلش يومي بتحديك كيف قادر اتحدى وعد المستحيل ولما بيمر يومي بعرف انا مين انا اللي بجهز واتجهز ليومي اللي بستناه انا اللي بحاور وبتحاور لكتير اسئلة انا اللي بحب وبتحب وطبيعتي مخلصة أنا اللي بعلم وأتعلم وبكرة إلي أنا حط النقط على الحروف وبلشي اليوم حط رجلك على الطريق وبلشي من هون حط النقط على الحروف وبلشي اليوم حط رجلك على الطريق وبلشي يعطيك العافية يارا سمعت مبارح كان عندك ورشة عمل كل النهار كيف؟ ما بتتخيلي قديش حلوة كثير انبسطت فيها بالورشة تعلمنا كيف نعرف الشخصيات وعملنا زي استبانة عبيناها عن كل واحد شو يعرف إيش النمط تبع شخصيته شو حلو ما بتتخيلي قديش استفدت إني عرفت أنا شو شخصيتي أول شيء وعرفت كيف أتعامل مع الناس اللي حوالي اللي ممكن مع الوقت أفهم شو طبيعة شخصياتهم وأتعامل معها عشان هيك في حلقتنا اليوم رح ناخد عن هذا الموضوع ومن هون منبلش هاي هاي ليلى ايش معك؟ يس وصلت الصورة مش قادرة أصدق شفتي ما أحلى الصورة رهيبة كيف خطر على بالي أعمل هيك؟ شو عقولة الصورة شو عقولة شوفي منظري ايش عم تعملي؟ الصورة رح تنحط هون ليلى بس الصورة هون كتير أحلى شوفي ما أحلاها هون ما في إشي بالمسخرة والهبل تاعك دي أخدها ليلى أنا بقول أنا بقولها على الطاولة أحلى بليز رح أحطها هون أنا حسب تعالي ليلى على الطاولة أنا جبت كتير. الصورة حدا بحط صورة على الحيط حدا بحط صورة على الطاولة لازم نستمتع فيها لا. ليلى أنا بقول أنها تضلها على الطاولة أحلى كتير خلينا نستمتع فيها مين بحطها على الحيط أنا بحطها على الحيط ليلى دكتور رند بما انك انت بتقدم تدريب تبع انماط الشخصيات اللي حضرته يارا امبارح فايش الجدوى منه يعني ليش الناس اللي ما بتعرف شخصياتها بتتاثر كتير يعني شو الجدوى منه شوف في دراسه اجراها معهد ستانفورد للابحاث بالتعاون مع جامعه هارفارد ومع مؤسسه كارنيجي العالميه وعملوا دراسه وجدوا فيها انه حصول الشخص على وظيفه بقاؤه فيها وترقيته فيها ونجاحه فيها بيعتمد بشكل عام على عاملين أساسيين واحد منهم هي معرفته وخبرته الفنية والعامل الثاني هو مهارات تعامله مع الناس بنسميها البيبل سكيلز تبعته والنتيجة الملفتة للانتباه كانت أنه حصول الشخص على وظيفة بقاؤه فيها وترقيته فيها بيعتمد بنسبة 15%
فقط على معرفته وخبرته الفنية، و85% على مهارات تعامله مع الناس ومعرفته كيف يتواصل مع الناس. وهي النتيجة كانت نتيجة مذهلة للجميع. على فكرة هي كانت بغض النظر عن نوع المهنة، عشان هيك هاي دراسة مهمة جدا، لأنه هي سبب نجاح الناس. يعني أنا مبارح بعد ما أخذت التدريب طلعت بنتيجة إنه الشخصية الأيام هاي بتسبق بجوز الدراسة والمهنية والاحتراف. الشخصية هي الشيء الأهم اللي بيظهر قدام الناس وبتودي في عصر العلاقات. عصر العلاقات خصوصاً في يس في 100%. عشان هيك رح نحكي مع بعض على نظرية اسمها نظرية الديسك. نظرية الديسك هي نظرية عالمية معروفة بدراسة أنماط الشخصيات وفهم السلوك البشري الطبيعي، بغض النظر عن دراسة الشخص أو حتى ثقافته أو حتى أي شيء له علاقة في تربيته ونشأته. فخليكم معنا، خلينا نشوف مع بعض شوية رسمة على الحيط حتى نفهم مع بعض نظرية الديسك. يعني هو إذا أخذ يوم كامل ورشة عمل، يعني إحنا بهالدقائق اللي معنا منحاول مع بعض نأخذ هيك نظرة عامة. أكيد مش رح نقدر. خلينا نحاول مع بعض. إذا رسمنا محورين متقاطعين بهاي الطريقة وحطينا كلمة مهام في أعلى المحور العمودي وفي أسفله كتبنا كلمة علاقات أو كلمة ناس، على اليمين منحط كلمة مبادر أو سريع، وعلى اليسار منحط كلمة متجاوب أو متحفظ. فالشخصيات الأربعة بتنقسم بحسب هدول المحورين. رح نحط هون حرف دي، وهي الشخصية المتحكمة أو الشخصية المسيطرة. كلمة دي جاي من كلمة بلغة الإنجليزية، هي كلمة dominant. فبالتالي بنشوف إنه شخصيات الدي هم الشخصيات اللي بتمحوروا بين المبادرة والسرعة وبين المهام وإنجاز الأعمال اللي عليهم. هلأ إذا منضل على جهة اليمين ومننزل لتحت شوي منحط هون حرف الآي، وبتيجي الشخصيات المؤثرة، بتيجي الشخصيات الملهمة، وبتيجي الشخصيات المشوقة. وكلمة حرف الآي جاي من كلمة إنفلوينس. ماشيين بالديسك. هاي هي شخصيات الديسك بالضبط. فعنا الدي وبعدين الآي. هلأ عامل الشبه أو وجه شبه ما بين الدي والآي مثل ما أنتم شايفين هي أن التنين هجاي على اليمين، فهم شخصيتين مبادرات وسريعين. تمام. هلأ ننتقل لجهة الشمال ومنيجي هون نحط حرف الاس. هلأ عامل الاختلاف ما بين الدي والآي قبل ما نحكي عن الاس هو أنه الآي متمحورة حول العلاقات، حول الناس. ما بين الدي متمحورة حول المهام. فإذن هم التنين سريعين، ولكن الدي سريع نحو إنجاز الأعمال، الآي سريع نحو بناء علاقات وقضاء وقت مع الناس اجتماعيا. الأس هي الشخصية المسالمة، هي الشخصية الثابتة، هي الشخصية التي تدعم الغير، منسميها الشخصية الداعمة. وحرف الأس جاي من كلمة منسميها كلمة supportive للآخرين. supportive. وجه الشبه ما بين الآي والأس هي العلاقات. ولكن وجه الاختلاف ما بين الآي والأس، الآي سريعة ومبادرة، الأس جماعة متجاوبين أهدى شوي من الآي. الآي بحب مجموعات كبيرة من الناس، فبالتالي هم علاقاتهم بعض الشيء سطحية ولكن كثيرة. أما علاقات الأس فهي علاقات نوعية عميقة ولكنها قد تكون قليلة بعض الشيء. هدول بيحبوا الكواليتي ريليشن شيبس أو العلاقات اللي فيها عمق، هدول بيحبوا العلاقات الكثيرة السطحية اللي الشعبية أكثر. إذا مننتقل للنقطة الرابعة منحط هون حرف السي، منكتب تحتها شخصيات اللي بيهتموا بكلمة الجودة، هم الشخصيات المحللة، وهم بيحبوا دائما يكونوا على صواب وبيفكروا بكلمة الدقة دائما، هم بيحبوا الدقة. الكلمة جاي من كلمة هي careful أو الحذر، حذرين جدا. وجه الشبه ما بين الدي والسي هم التنين بتمحوروا حول المهام أو التاسكس. ولكن وجه الاختلاف ما بين الدي personalities أو أنماط شخصيات الدي والسي هي أنه السي متجاوبة متحفظة، بتدعس بريكات لأنه بهمها الجودة. الدي بدعس بنزين بهمه يخلص،
بهموا السرعة والمبادرة. فهي لمحة عامة عن الشخصيات. هدول بهمهم الآن بدي أخلص اللي علي. هدول بهمهم اقبلني الناس وامدحني. حلو. حبوني غصب عني. حبوني. هدول الجماعة الشعبيين. هدول على فكرة أنا بسميهم الحفلة المتنقلة. هدول بحبوا الناس يحبوهم. الأس ممكن شعارهم بالحياة بيكون سالمني. بدي سلام. كل حد هلا عيش علي. بس ما هون. تعرف حالها. أيوة. علي يعني. أما السي شعارهم في الحياة هو الصواب في العمل. عالميا نسبة هدول الناس الدي هي 10% من الناس. ونشكر الله انهم بس 10% لانه اذا كانوا اكثر كان الناس دبحت بعض اتخانق بعض. هلا نسبه الاي حوالي 25% وهي نسبه كويسه لانه هدول جماعه الاي مش هالقد منجزين اذا بقدر احكي اذا امتلكوا على راحتهم كثير بحبوا يستمتعوا بوقتهم ما بيرطبوا الاجواء بالضبط. الاس نسبتهم عالميا 35% ومنيح انه هم اعلى نسبه لانهم جماعه مسالمين جماعه بدعموا الاخرين. اما بالنسبه للسي فهم حوالي 30% من الناس بيكونوا سي. فهاي الرسمة إذا بننتبه لها تعطينا لمحة عامة على الشخصيات الأربعة وارتباطهم مع بعض. فبنقدر نضلنا نتذكر إنه دي والسي بتمحوروا حول المهام، الآي والأس بتمحوروا حول العلاقات، الدي والآي سريعين ومبادرين، أما السي والأس فهم جماعة متحفظين بدعسوا بريكات. حلو رائع. تفضل ارتاح دكتور. كثير حلو التوضيح يارا اللي كان عليه. يعني قدرت أنا هلأ أعرف شو اللي حكيتي لي عنه. طريقة أرتب شوي. بس أنا كنت حاب أسألك شغلة. تفضلي. لما عملت أنا الاستبانة تبعت الشخصيات طلعت شخصيتي SI. بس كنت عم بفكر هل ممكن الشخصية تتغير؟ هل ممكن شيء أصير شيء تاني مثلا؟ شوفي الشخصيات بشكل عام ما بتتغير عند الإنسان لأنه هو الطريقة اللي الله خلقنا فيها كيف نحن مخلوقين هي جزء من جيناتنا وبنفس الوقت جزء من تنشئتنا اللي بنربى عليها فبالتالي بتتكون شخصية الإنسان. النقطة المهمة هي مش أن نغير شخصياتنا قد ما هي أن نحن نسيطر على شخصياتنا لا سيما بالتعامل مع الناس. في كثير مرات الواحد بيحكي يا عمي أنا هيك أنا هيك عاجبك عاجبك مش عاجبك مش ضروري. فبالتالي أنا دائما بحكي إذا أنا بحكي أنا هيك الطرف اللي قبالي إيش كمان بيقدر هو يحكي وأنا هيك. فإذا أنا قلت أنا هيك وحكي أنا هيك ما في أي تناغم بيننا ما في أي تعاون بيننا ما في نجاح بالعلاقة. فالموضوع المهم هو كيف أسيطر على شخصيتي إني أعرف حالي وأعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي وبالتالي أسيطر على شخصيتي عندما أتعامل مع الناس على اختلافهم. هذه شغلة نقاط ضعفي عجبتني. يعني لو بناخذ لو كل شخصية إيش نقاط ضعف تبعها عشان نبلش نقول بدنا نسيطر يعني أكيد مش على كل شيء بدنا نسيطر. هلا شوفي شخصية الدي بشكل عام شخصية الدي من نقاط ضعفها إنها غير حساسة مع الناس. يعني كتير بيهتموا بموضوع إنجاز المهام فبالتالي ما عندهم تعاطف كافي مع الآخرين ممكن يزعجوا الناس أو يضايقوهم هم عمالهم بيحاولوا يحققوا أهدافهم آمرين يعني وسريعين كتير ومجازفين زيادة عن اللزوم. شخصيات الآي مثلا على سبيل المثال نقاط الضعف عندهم ممكن تكون انهم هم لا يتابعوا انجاز العمل لا يتابعوا انجاز المهام ما بيهتموا بالتفاصيل كثير ما بيركزوا على التفاصيل مثل شخصيات السي السي لعبتهم التفاصيل قد ما بيحبوا الدقه والجوده كثير بيركزوا على التفاصيل. وضعفهم ايش السي؟ ضعف السي هي الافراط في الحذر يعني ما عندهم اي عفويه ما عندهم اي تلقائيه لدرجه حياتهم بتكون جامده كثير عندهم بجوز. مرات بيغرقوا بالتفاصيل والحذر عندهم بطء شديد فبالتالي ما بيحققوا النتائج بالسرعه اللازمه يعني ما بيوافوا مواعيد التسليم او الديدلاينز بالسرعه الصحيحه. الاس مثلا نقاط الضعف عندهم كثير مرات ممكن تكون المهمة بيغرقوا بالعلاقات كثير على حساب كل شيء ثاني يعني عاطفيين زيادة عن اللزوم فمش سريعين كفاية فبالتالي حساسين زيادة عن اللزوم عكس الدي ممكن ينزعجوا أسرع مما لازم ينزعجوا حساسين يعني شوي بتحسهم حساسين مرهفي الحس يعني بنبكي بسرعة بس ما هيك احنا الاس كثير بنبكي بسرعه. ولفت انتباهي انه علاقاتهم قليله وحميمه تمام. والاي علاقاتهم كثيره وسطحيه بالضبط فبكون شعبي كثير بس ما له صديق حميم مثلا لا ممكن يكون له لانه ما تنسي نحن عباره عن مزيج من الشخصيات يعني الاي ممكن يكون اي اس
فبالعكس ممكن يكون عندهم درجة معينة من الحميمية في العلاقات ولكن مش زي الأس. أهو لهذا اللي أنا كان نفسي أوضحه، إنه الشخصيات بيطلع عندك نسب من كلهم، منهم الأربعة. يعني أنا طلع عندي دي سي بس الآي والأس طلعوا على شيء، هذا الشيء لازم يعرفوا. هم شخصيتين بتسيدوا وبيقودوا ردود أفعالنا. أيوة. عشان هيك الشخص يعني بيكون في عنده أكثر من شخصية، شخصيتين أعلى إشي فيه بيقودوا تصرفاته. دكتور أنا حابة أعرف إيش الأمور اللي بتحفز كل شخصية لحتى تعطي أفضل ما عندها، وبالمقابل أكون عارفة لما بدي أتعامل مع شخصيات مختلفة عني شو الشيء اللي لازم أقدم لهم إياه. شوفي الشخصيات بتختلف عن بعض وعوامل التحفيز لها بيختلف عن بعض مثل ما تفضلت يارا. فنبدأ بشخصية الدي مثلا على سبيل المثال. شخصية الدي بيحفزها تحقيق النتائج وبيحفزها أيضا بيحفزها وجود تحديات قدامها، بيحفزها البيئة الخالية من التفاصيل الزيادة، حرية التصرف إلى حد ما. فبالتالي إذا أنا عم بتعامل مع دي وبدي أشجعه، بدي أريحه، بدي أخلص الشغل عليه وأبعته، بنفس الوقت بدي أعطيه شوية مهام جديدة، أشياء ما عمره عملها. فمثلا إذا أنت بدك تحفزي ابنك أنت اكتشفتي أنه فيه صفات الدي، بدك تطلب منه يعمل إشي جديد أول مرة عمله، ما عمله قبل هيك. شخصيات الآي اللي بيحفزها هي القبول، بدنا نحسس هدول الناس أنهم محبوبين وأنهم مقبولين وأنهم إلهم بتشجعوا أنه إلهم مكانة مهمة. زي الدي فيهم إشي بيشبه الدي اللي هي بحبوا يكونوا شوي عندهم حرية، تنوع. أما بالنسبة للأس اللي بيحفز شخصيات الأس هي السلام في العلاقات. دائما حسس شخصية الأس أنه ما في حزازيات ما بيننا، نحن مرتاحين مع بعض، حتى لو اختلفنا بالرأي ما تقلق، كل شيء رح يكون تمام. المهم الكل يكون مبسوط. بالضبط. أنا يعني أهم شيء بالنسبة للأس هي السلام في العلاقات، بيحفزهم. عشان هيك المشاكل بتزعجهم أكثر من غيرهم وبيضلهم متوترين، بحسوا أنه حواليهم بليدين للمشاعر إذا ما زعلوا على نفس الموقف. مزبوط. يعني مزبوط. مزبوط. أما بالنسبة للسي، أهم شيء بالنسبة للسي هي البيئة اللي بتوفر لهم مكان يتفوقوا فيه، بتوفر لهم مكان يبرزوا فيه فهمهم وشطارتهم والجودة تبعتهم في العمل، الدقة في العمل. فبالتالي المحاسبين البنوك المحاسبين اللي بدهم وقت شوي يقوموا بالدراسات والأبحاث، فما نشلفقهم، ما نستعجلهم، نعطيهم وقتهم الكافي حتى يحققوا النتائج مش بسرعة لكن بجودة. بالضبط. هاي أهم شيء بالنسبة. معناته نوعية الشخصية بتخلي الواحد يختار دراسته وعمله، كتير بتأثر. يعني واحد آي مثلي تحطه محاسب يقعد لحاله ويشتغل بالأرقام، أنت عم بتموته بنتفس. يعني 100%. الآي لازم يكونوا مع الناس. يعني الآي مثل السمك اللي بتشيليه من المي أو من البحر بيموت. الآي لازم ما يكون معزول عن الآخرين، لازم يكون في انخراط مع الآخرين حتى يبدع، حتى يتفوق في مجاله. مثلا شخصيات الآي والدي هم أكثر ناس ممكن يبدعوا في مجال المبيعات، في مجال فيه قيادة ولكن إقناع. الآي كثير بحبوا يقنعوا. الأس مثلا في مجال قيادة فريق أو عضو مهم جدا بفريق، بالمشورة، بالتعامل مع الآخرين، بالإصغاء، ممرض كذا، يعني واحد لواحد. شوفي الأس هم الأمهات. الأس أكتر شيء عندهم مهارة الإصغاء جيدة، أكتر شيء يعني نمبر وان بيجوا باللسنينج، بالإصغاء. فبالتالي 100% بزبط لهم أي شيء له علاقة بالمشروع. هاي دراسة ضرورية من أيام المدرسة حتى بالتعيين. مثلا بالشركات أنت عارفة يعني هلأ كل الشركات الجديدة صارت لما بتتعين ناس بتقدمهم بامتحان الديسك وبيكتشفوا شو نمط شخصية الناس وبناء عليه بيقوموا بتعيينهم. حلو. بالضبط. بحطوهم بمنطقة راحتهم يعني حتى يبدعوا. بالضبط. بتخيل كمان مفيدة للناس اللي بتعرفوا على بعض، يعني مثلا بالزواج كمان كثير مهمة أعرف الشخص اللي بدي أرتبط فيه إيش اختلافه عني، عشان مع الوقت بكون عارف إيش اللي ببسطه إيش اللي بيزعله، وهذا الشيء كثير بيساعد يعني بالعلاقات البشرية العادية والولاد. صح. زي ما قلت. صح. هلا بدكش الخطاب يروحوا دائما يقول له خد بطلت عنك طلعت لي دي ولا أي شخصية حلوة. أها. وكل شخصية فيها إبداع يعني متميزة. بس النقاط زي ما قلنا التعامل معها. طب التطبيقات يعني هلا لو تطبيقات العملية لهذا الموضوع. شوفي رقم واحد التطبيق الأول هو وعي الذات، الشخص يكون عارف حاله. صح. لأنه إذا أنا عارف حالي هلا في أهم شيء بالدنيا هلا بسموه الذكاء الاجتماعي أو الإيموشنال إنتليجنس. الأساس هو معرفة النفس. أوكي. إذا أنا عرفت حالي بقدر أعرف الناس اللي قبالي وأساعدهم. فبعد ما أعرف حالي التطبيق الثاني المهم جدا هو في إدارة الناس المتعامل معهم. أكيد. أوكي. أكيد. فمثلا بإدارة أولادي. أوكي. بالتعامل مع زملائي في العمل. ما بيصير أعامل الدي زي ما بعامل الآي
أو زي ما بعامل الأسفل. الأم بتعامل كل أولاد نفس النمط. هو خطأ. العدل لا يعني المساواة. فأنا حتى أكون عادل لازم بالعكس أغير من نمطي في التعامل مع الناس، مش أتعامل بنفس الأسلوب مع كل حدا. التطبيق الثالث مهم أيضا هو في إدارة الفريق، في عمل الفريق مع بعض، وحتى الفريق يكون ناجح لازم أعرف شو نقاط الضعف اللي عند كل واحد من أعضاء فريقي وأعوضه عن نقاط ضعفه بنقاط قوة موجودة بأعضاء آخرين بالفريق. مزبوط. تكاملوا مع بعض. وأدير بالي أنه في عندي الأنماط كلها موجودة في أي فريق عمل، مش نوع واحد بيشتغل مع بعض، لأنه بيطلع في أشياء ناقصة في العمل بعدين. مزبوط. إذا حطينا أربعة دي مع بعض يعني بيصير في مشكلة كبيرة. فحتى بالاختيار بيخلي الواحد يكون مداركه أوسع في هذا الموضوع. صح. يعني موضوع مهم جدا على مستوى كل الأشياء اللي منمر فيها، عائلة، عمل، علاقات برا وعلاقات جوا، موضوع جدا مهم. يعني أنا أول مرة بنتبه إنه بتساعد كمان، إذا بنرجع للي حكيناه أول، إنه 85% من اللي بتبوأوا مراكز هم أذكياء اجتماعيا. النسبة اللي قلتها أول، وبيحصلوا مراكز في الشغل ومراكز اجتماعية، يعني حتى اعتماداً على مهاراتهم في التعامل مع الناس. نجاحهم بيعتمد على 85% من امتلاكهم مهارات إنسانية تعاملية تواصلية. دكتور رند، الموضوع رائع وممتع، مش بس تدريب هو. شكرا. عادي. بنشكرك كثير للأشياء اللي حكيت لنا إياها، والوقت ما أسعفنا نبحر أكثر، لكن إحنا ضوينا الضوء على هالموضوع المهم وهو الذكاء الاجتماعي. عشان هيك خليكم معانا للفقرة اللي بعدها. منحب كتير تتواصلوا معنا وتطرحوا أي سؤال أو تعليق على البرنامج. تقدروا تتواصلوا معنا بإنكم تزوروا صفحتنا على الفيسبوك بلشي من هون، أو على تويتر @بلشي من هون، أو إذا بتحبوا تراسلونا على إيميل البرنامج بلشي من هون @gmail.com. ولمشاهدة حلقاتنا كاملة زوروا صفحتنا على سات 7 على اليوتيوب، youtube.com/sat-7arabic. معلش سؤال، بس أنا بدي أفهم شو قصة يوم السبت والريجيم. أنا دايماً بقول السبت الجاي بدي أعمل ريجيم، طبعاً خلال الأسبوع باخد حريتي، يعني ما بخلي لا حلو ولا معجنات ولا شغلات دسم من اللي بحبها هذه إلا باكلها. بقول ما أنا يوم السبت بدي أسكر تمي وأعمل ريجيم، خلاص خليني أتبحبح وآكل. بيجي يوم السبت طبعا يعني بتكاسل، بقول لا يلا خليها للسبت اللي بعده. برضه بصير البرنامج نفس الموضوع، بعدني للسبت وللسبت وللسبت، بس اي سبت بعدني ما بعرف، احتمال السبت تبع السنة الجديدة. بس ليش هيك؟ تعرفي بسمة الكتاب المقدس مليان بأنماط شخصيات مختلفة، وكل شخصية مختلفة عن التانية لكن غيرت وعملت تأثير. وقريت في أعمال الرسل عن التلاميذ اللي بعد ما امتلأوا بروح القدس بمواهب روحية من الله مع اختلاف شخصياتهم. شوفي إيش بيقول في أعمال الرسل، بيقول أن هؤلاء لهم التلاميذ الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ها هنا أيضا، خرجوا بهالشخصيات المتنوعة والمختلفة مع مواهب روحية معطاة من الله، وعملوا العجائب في حياتهم وفي نشر رسالة الإنجيل ونشر رسالة الخلاص. شوفي كيف الله قدر يستثمر في كل واحد منهم بشخصيته ليعمل شيء مميز من كل واحد. مرات كثير بتعرفي بفكر بقول يا ريت شخصيتي زي فلانة منطلقة، يا ريت شخصيتي زي مثلا زيك اجتماعية. بس لو الواحد بيفكر شوي بيشوف إنه هالنمط اللي هو موجود عنده بغض النظر عاجبه أو مش عاجبه، لكن هو بالموهبة اللي معطاه من الله لإله بيقدر يفهم إنه بيقدر يعمل شيء مميز جدا. أكيد وشيء مختلف. أكيد. وشيء يكون إله مجد،
يعلن في حياته لله. بعد ما سمعنا من الدكتور رند عن أنماط الشخصيات صار عندي فضول فرجعت للكتاب المقدس هيك وعم بطلع دوري شخصيات عم بحاول أعمل كل واحد إيش هو يعني نمطه. فتفاجأت كتير إنه التنوع والدقة في الشيء اللي سمعناه يعني طلعت على شخصية بطرس يعني رغم بعض الضعفات اللي بنعرفها عنه لكن قوة شخصيته كانت جريء. استخدمها الموهبة الطبيعية مع الموهبة الروحية في إنه يعمل العمل اللي الله أعطاه إياه. فوقف قدام 3000 شخص وتكلم بمجاهرة وإجوا للرب في يوم واحد لأنه استعمل النمط الحلو اللي الله حطه فيه. بعدين رحت هيك فتشت شوي لقيت ولا في موسى في العهد القديم قديه مهمة صعبة إنك تستلم وصايا دقيقة من الله وتوصلها زي ما هي ما تزيد عليها وتقود فيها وتوصلها زي ما هي فهو السين الدقيق اللي أخذ الوصايا العشرة بلغها زي ما هي. الآية بطرس كان استخدم موهبته الطبيعية بإنه يقنع الناس مزبوط. مش بكل الدقة لكن بهاي الكاريزما والشخصية الحلوة الحلوة المؤثرة. مشيت كمان شوية للعهد الجديد وإلا بولس عم بلمع قدامي هالشخصية القيادية اللي هي دي سمعنا عنها من دكتور رند إنه دي هذا شخص عارف هدفه ماشي عليه مش كتير بهتم لمشاعر اللي حواليه لدرجة إنه مرة وبخ بطرس وكان يوبخ كنائس معينة لما تخطئ لأنه عنده هدف إنه بده يحققه بده الكل يمشي بحسب كلمة الله مزبوط. وبعدين طلعت على الشخصية الحلوة هيك الأب الحنون اللي هو إبراهيم أبو المؤمنين صح مزبوط. قديش كان الله عم بيستعمل هاي الشخصية في هذا الوقت كان هو الاس يعني الشخص المتعاطف المتشفع حنون. المسالم الحنون فرغم انه شايف خطيط سدوم وعموره لكن وقف يتشفع لاجل الناس والله اكرم يعني هالشخصيه الحلوه سمع له اكثر من مره واجا معه مع عواطفه فقديش حلو انه الانسان يقبل مواهب الطبيعية أنا بسميها ويستخدمها مع المواهب الروحية أمين. ما يقلد يعني التقليد دايما صعب يعني أنت حتى لما بتجيبي قطعة مجوهرات حقيقية بتضبيها بتحطيها بمحل بتخبيها المزيفة لو ضاعت ما بتزعلي فلو نتطلع على العطية اللي أعطانا إياها الله في تنوع شخصياتنا نقدرها لما منقدرها بصير عندنا قبول بصير عندنا سلام بصير عندنا رضا وعلاقة بيننا وبين الله ما بتدمر عليه ليه عملتني هيك ليه أنا مو زي فلانة. فمعرفة وتقييم النفس بيعطي رضا وقبول وبيخلي الأداء أفضل صح. عشان هيك أنا يعني اليوم بصلي أنه كل واحد فينا يشكر الله على عطيته اللي هي عطية صالحة أمين. عطية صالحة أنك أنت عندك صفات مهما كانت شخصيتك فيها قوة وفيها ضعف الضعف بنشتغل عليه والقوة بنستخدمه. فخلينا هيك نحط إيدينا بين إيدين الله ونقول له يا رب أنا بشكرك لأنك أعطيتني هاي الشخصية لكن استخدمها بحسب قصدك أعطيك وأكون فعلا أفتن المسكونة الكلمة أمين. عجبتني ليش كثير لا. ليش لا قدي عملوا تأثير إيجابي قدي يعني أثروا على ناس تأثير إيجابي عشان هيك ربنا يعطينا القبول ويعطينا ننتبه لكلمة الله وزي ما قلنا كل العلوم فيها أمين أمين. خليكم معنا.